وأنا فكرت إنك عم تبكي لأنه قسيت عليكي. مو مشكلة، تعودت عليك، ولهيك أنا ما بتفرق معي قساوتك. ولو اتضايقت منك ما رح أبكي بنوب، لأني ما ببكي مشان هيك مواضيع، خصوصي لما يكون مثل هاد. شو عم يصير معك كمان؟ قليلي شو ناوية تساوي هلا؟ آسفة أستاذ، أنا جوعانة كتير وأنت مشغول بالمشروع وماني حابة أقاطعك عن شغلك، بس أنا ما بقى فيني أتحمل. يا أنسة، طالما أنت جوعانة هالقد ليش ما بتتفضلي على المطبخ وبتاكلي شي؟ أنا شلون نسيت هاي الشغلة؟ التهيتي بشغلات فاضية لهيك نسيتي. طيب رايحة. في مجال تمشي على مهلك وتنتبهي وانتي رايحة؟ امسكي. استاذ البراد تعال نشوف شو فيه. يلا بس برأيي تركي من ايدك. لك مقفول. مو معقول، ليش قافلينهم هيك؟ كأنه في حدا بده يسرق الأكل، معقول هالشي؟ شوفي خير شو قصدك؟ أنا مثل بنتك يا عمي، أنا مرت قادي نيشا، شو صار لك خايف مني هيك مثل اللي شايف وحش؟ بس أكيد أنت ما كنت ناوي تعمل شي صح؟ اصحك، ها اصحك، تغلط غلطة مو منيحة. يلا طلع يا روحي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.